المشاهدين أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من قرآنيات. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، إنه على رجعه لقادر. سؤال هنا، بنفتح التلفزيون يقول لك الإعجاز العلمي في القرآن إيه؟ يقول لك شايف دليل على الإعجاز العلمي في القرآن إن الإنسان يخرج من بين الصلب والترائب. أخي مالك إزايك؟ أهلا بيك أخت فرحة. شفت الإعجاز العلمي ده؟ نعم فعلا أخت فرحة، الإعجاز العلمي كان في سورة الطارق بين الآية 5 للآية 8، خلق الإنسان من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. الإعجاز العلمي كان مذهل لدرجة أن لما رحنا على المفسرين نشوف معنى الترائب لاحظنا أن عنده مجموعة من الأقوال مستعرضة صريعا على الشاشة. في تفسير الطبري المجلد 24 حوالي 6 صفحات يستفيض المؤلف في معنى الترائب. يقول الترائب موضع القلادة من صدر المرأة. المعنى الآخر التراب ما بين المنكبين والصدر. المعنى الثالث التراب هو اليدان والرجلان والعينين، يعني البني آدم كله. نعم كأن الأطراف تقريبا الأطراف الأربع زاد حاسة النظر أضاف إلى الترائب. مفيش حاسة الشم؟ شم. يخرج من بين الصلب والترائب، يقول في حسب التفسير يخرج من بين الصلب رجلي ونهري. تخيل يا أخت فرحة، يعني المرأة انتقلنا إلى الرجل، نسي المرأة، وهي يعني على أساس دائما الحديث عن المرأة. التراب هي الأضلاع التي أسفل الصلب. الصلب. نعم. الترائب هي عصارة القلب. 6 آراء بمعنى التراب. فأي إعجاز علمي يتعلق في جزء من جسم الإنسان غير معروف أين يقع؟ يعني عندما نقول لدينا إعجاز علمي، فرضا أن القرآن تحدث عن خروج الماء من نقطة معينة من جسم الإنسان، طب من البداية المفسرون مختلفون أين يقع هذا الجزء؟ يعني قبل ما نعرف أين جزء يقع فنحن عندنا 6 احتمالات. أخت فرحة، الطريف الموضوع يعني ممكن إذا شخص يعني حب يقنع حاله في هالمسألة فبيجرب أول احتمال فبيشوف أني ما مشي حاله، فبيجرب يأخذ مثلا الصدر، بعدين بيجرب يأخذ التراب. يعني كأن يتعدد التفاسير تسمح بإعطاء القرآن إعجاز، لأنه إلا ما تزبط وحدة يعني منهم، بمعنى ضربة حظ جزء تزبط. طب أنا هقولك على حاجة يا أخي مالك، هي المشكلة هنا في الموضوع ده الترائب صح؟ في مرة أنا شفت واحدة أجنبية يعني ولبس الخمار، أسلمت ولبس الخمار وبتاع، فروحت قعدت جنبها كده، كانت ماسكة المصحف حاطة السماعة في ودنها بتسمع بالعربي وبتقرأ بالإنجليزي. فأنا روحت قلت لها يعني بكلمها كده، فقلت لها أنا عايزة أسألك سؤال، البويضة بتيجي منين في المرأة؟ فقالت لي من المبيض يعني. فقلت لها طب إيه رأيك يعني انها لو حد قال انها بتيجي من عظام الصدر؟ فقالت لا الكلام ده مش معقول، لا 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 ده علميا غلط تماما. فقلت لها طب ممكن تديني المصحف؟ ففتحت لها المصحف مكتوب بالانجليزي، لقيت ايه مكتوب ريبس، يعني مترجمه للترائب اللي هي عظام. صحيح. اللي هي العظام بتاعت صدر المراه. فاول ما شافتها كده قالت لي ما ممكن علميا تطلع من هنا. فاذا ظهر الإعجاز العلمي وعجزوا عقل المرأة المستمعين في إنها تسد يعني تقلب الحقيقة رغم إنها كانت رفضها في الأول. نعم تلوي لامان صحيح. فكل الأحوال من أصل 6 احتمالات ولا في احتمال واحد صحيح علميا، 6 فاشلين. بكل الأحوال ما يهمنا أن نحن بنعرف أن الطبري يقول بشكل قاطع أن موضع القلادة من المرأة حيث تقع عليه من صدرها، لأن ذلك هو المعروف في كلام العرب وبهجات أشعارهم. إذا بشكل قاطع بكل الأحوال 6 الاحتمالات لا تصلح لأن تكون مكانا من خروج المرأة، وبالتالي ليس لدينا إعجاز علمي، ولكن المعنى القاطع النهائي هو هذه المنطقة. هذه المنطقة أيضا لا تصلح أن تكون إعجازا علميا. شكرا جزيلا أخي مالك. ده إعجاز علمي ولا عجز علمي؟ نشوفكم في الحلقة القادمة في قرآنيات. شكرا.